بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، فهذا المجلس سيكون مجلسا استثنائيا بمناسبة هذه الأحداث التي نعيشها وتمر علينا وعلى البلاد. ونحن عندما نتكلم في أي قضية من القضايا التي تمس الواقع، فإن الحديث فيها يكون مشدودا بعدة ضوابط. الضابط الأول ضابط عقائدي، وهو ضابط ثابت لا يتزعزع ولا يمكن أن ينحى، ده الجانب العقائدي. الجانب الثاني القراءة الواعية لأفراد وأجزاء هذا الواقع، والوقوف على عوامل الضعف والقوة والثبات والحركة والاتجاهات والأفكار والتصورات المشكلة لحقيقة الواقع ومقاصده. ثم القراءة في التاريخ، هذه القراءة التي تمثل المرآة الخلفية التي بها يستطيع الإنسان أن يتقدم إلى الأمام وأن يفهم ما يستأنف. الأمر الذي بعد ذلك الاطلاع الدقيق على التجارب المماثلة قديما وحديثا، وتحليل هذه التجارب تحليلا توظيفيا يمكن للدعوة أن تستفيد منه. ثم بعد ذلك هناك الدعاء والصلاة وشرح الصدر والتوفيق والرؤى، سواء كانت من الرجل أو من غيره من صالح المسلمين. هذا كله يمثل أصول الوقوف على مفردات الواقع وأحداثه. كان بعض الناس يسأل لمن نعطي صوتنا، فكان جوابي أحيانا لن تتم الانتخابات، وكان جوابي أحيانا بأن دخول السلفيين المعترك السياسي ربما يكون مفسدة عظيمة، حتى أسميت هذا بخطيئة الحزب السلفي، سميت ذلك بهذا، لأن الممارسات السياسية بالمعنى العرفي يساوي المصالح والكذب والخداع وتناقض الآراء وتذبذب المواقف، وهذه الأمور هي بعيدة تمام البعد عن المنهج السلفي الذي يمتاز بالثبات مع مرونته والوضوح مع فهمه واحترام الآخر مع نقده. هذا كله موجود في المنهج السلفي. خلاصة المشهد أن هذه محاولة من جهة ما، ما يحدث في البلد محاولة من جهة ما لاستئصال شأفة الإسلاميين في مصر، والاستئصال على نوعين، استئصال مادي والثاني استئصال معنوي. الاستئصال المادي بالقتل والسجن، هذا مادي، والاستئصال المعنوي
والاستئصال المعنوي هو تكريه الناس في هؤلاء الإسلاميين وتشويه صورة الإسلاميين أمام أبصار الأمة ليبدو هذا الإسلامي لا سيما هذا السلفي ليبدو انتهازيا ضبابيا متوترا عصبيا همجيا يتحرك كالآلة ولا يعرف أين يضع قدمه. إذن هذا هو الاغتيال المعنوي، فلابد من إصناع بعض الأحداث للقضاء على الإسلاميين لا سيما السلفيين. كيف يتم ذلك؟ يتم ذلك من خلال هذه التمثيلية الخطيرة التي تدار فصولها هذه اللحظات. تنادي الأحزاب العلمانية والقوى اليسارية والحركات السياسية، تنادي بالنزول إلى الميدان من أجل شجب المجلس العسكري وممارسات المجلس العسكري ومطالبة المجلس العسكري بإعلان نواياه بتحديد جدول زمني لتسليم السلطة إلى مجلس مدني منتخب واحترام إرادة الأمة في هذا السبيل. هذا هو كلام هؤلاء القوم. بالفعل خرجوا، ولما خرجوا في يومي السبت والأحد، كانت البدايات السبت والأحد أي بعد مظاهرة الإسلاميين يوم الجمعة. مظاهرة الإسلاميين يوم الجمعة كان يوم 18/11، مظاهرة الإسلاميين كان يوم 18/11، حضرها مليون أو قريب من مليون. بعد أن أنهى الإسلاميون تواجدهم في الميدان وأعلنوا أنهم لن يعتصموا، حتى الشيخ أبو إسماعيل سامحه الله كان ينادي بالاعتصام، فلما رأى الإسلاميين قد تركوا الميدان قال أنا لم أنادي بالاعتصام، فترك أيضا الميدان بالليل. كان ذلك في ليلة في مساء الجمعة. في يوم السبت والحد بدت الحشود تتوافد ليلا ونهارا على التحرير، وبدت هناك المصادمات. ننظر إلى موقفين، موقف الإخوان وموقف الحزبيين السلفيين. موقف الإخوان يمكن أن نقرأه من خلال هذا البيان. هذا البيان أن غزلان المتحدث الرسمي باسم الإخوان ذكر بأن الإخوان لن ينزلوا التحرير ولن يشاركوا في هذه الأحداث. انظر إلى هذا الأمر. في هذا التوقيت أيضا أصدر السلفيون الحزبيون بيانا. هذا البيان كان بتاريخ 19/11، 23 ذو الحجة، 19/11 يعني يوم السبت. ونص هذا البيان: نناشد أو تناشد الدعوة السلفية. طبعا لا أدري كيف يسمون أنفسهم دعوة سلفية، ينبغي أن يقولون أن يقولوا شيئا آخر. المهم تناشد الدعوة السلفية جميع أبنائها وجميع المواطنين عدم التواجد في ميدان التحرير ولا في الميادين العامة في المحافظات، منعا لسفك الدماء وحفاظا للحرمات العامة والخاصة ومراعاة لمصالح البلاد العليا. الكلام ده يوم 19/11 يوم السبت.
صدر بعد ذلك بيان في يوم 25 ذي الحجة 21/11، يعني يوم الاثنين، يعني كم ده امبارح. البيان الثاني صدر امبارح. هذا البيان فيه عدة بنود. البند الثامن إن المطالبة برحيل المجلس العسكري، لأن الناس يوم السبت والحد طالبوا بماذا؟ برحيل المجلس العسكري، ارحل يا مشير ارحل إلى غير ذلك. دعوة سلفية في اسكندرية كان بيانها إن المطالبة برحيل المجلس العسكري والحكومة في هذا التوقيت الحرج معناه إلقاء البلاد في بحر من الاضطرابات والفوضى، بل هذا تهديد صريح لكيان الدولة المصرية ذاتها وللمجتمع بأسره، مع وضوح عدم البديل لدى من ينادون بذلك. وكل الاقتراحات في هذا الشأن من تشكيل مجلس رئاسي مدني، دول الناس بدول تحرير بيطالبوا بهذا، أو لجنة من المرشحين المحتملين الرئاسة، أو تشكيل حكومة إنقاذ وطني، هذا كله هي مرفوضة مطلقا. يعني كل مقترحات الناس في التحرير بتوع الأحزاب السياسية في التحرير غير السلفية، كل هذه المقترحات مرفوضة مطلقا، فضلا عن أن إدارة المجلس العسكري للمرحلة الانتقالية هو جزء من خارطة الطريق. يعني إدارة المجلس العسكري للبلاد هو جزء من خارطة الطريق التي اتفق الشعب عليها في الاستفتاء، وأي حل آخر لن يمثل إرادة الأمة. فاهمين الكلام؟ إذن هم يريدون المجلس العسكري وأن يبقى الجيش وأن يستمر الجيش في قيادة البلاد لتتم الانتخابات ووضع الدستور، وأي حل آخر غير هذا لن يمثل إرادة الأمة. الكلام ده يوم كام؟ 25 ذي الحجة 21/11 امبارح. في هذا التوقيت بعد ذلك بساعات كان البيان الأخير، بيان الأخير لإخواننا في اسكندرية، وهو مرفوع على موقع صوت السلف في نفس اليوم. انظر، في نفس اليوم اللي بيقولوا إن المطالبة برحيل مجلس عسكري يعتبر إدخال البلاد في الفوضى، وأن وجود المجلس العسكري جزء من الاتفاقية بتاعت خارطة الطريق لنقل السلطة، وما فيش هناك حل آخر، وأي حل آخر لن يمثل إرادة الأمة. بعد ذلك بساعات إيه اللي حصل؟ نزل البيان الآتي: قررت الدعوة السلفية المشاركة في مليونية الثلاثاء نصرة للمظلومين وحقنا للدماء واحتجاجا على الأسلوب الإجرامي الذي تم التعامل به مع المتظاهرين، ولمطالبة المجلس العسكري بإجراء تحقيق فوري لمعرفة المتسبب في الأحداث الإجرامية في ميدان التحرير، ومحاسبة وتحديد موعد زمني لتسليم السلطة لسلطة مدنية منتخبة. ما هذا التغير خلال ساعات؟ ما هذا التغير خلال ساعات؟ ترتب على هذا التغير في الموقف السلفي أن الشباب السلفي في الإسكندرية حاصر قوات الأمن واشتبك مع قوات الشرطة لأول مرة، إن السلفيين يشتبكوا مع قوات الأمن، وكانت هناك بعض الإصابات وما إلى ذلك. بل إن الدروع البشرية التي صنعوها للحيلولة بين البلطجية وبين مديرية الأمن، هذه الدروع انقلبت لصالح المظاهرات ضد قوات الأمن، مما أدى إلى مشاكل كبيرة جدا ووقوع إصابات. إذن هذا إن دل فإنما يدل على الرؤية ضبابية، وأنه خلال ساعات تتغير القرارات وتتغير الرؤى، وهذا أمر خطير جدا، هذا أمر خطير جدا.
الأمور والقرارات الخطيرة المتعلقة بالأمة ينبغي أن تتخذ بالتروي والتمهل. والنظرة للأحداث ما يلي: نمرة واحد، يتم حشد الاتجاهات السياسية في ميدان التحرير للمطالبة ببعض المطالب العادلة في نظر قطاعات كثيرة من الشعب، مثل إنشاء مجلس مدني وتحديد جدول زمني لنقل السلطة. يتم التعامل مع المتظاهرين بنوع من القسوة والشدة. تبدأ جموع غفيرة من الشعب والأمة يقولون: أين السلفيون؟ السلفيون كانوا منذ يومين عدة مئات من الآلاف في الميدان، واليوم يسقط الجرحى والقتلى ولا يتحرك السلفيون. أين المشايخ؟ أين العلماء؟ إنهم لا يتحركون، إنهم لا يهبون لنجدة المظلومين، إنهم تحت هذه الضغوط يبدأ السلفيون في النزول إلى الميادين. عندما يبدأ السلفيون في النزول إلى الميادين ستجد ما يلي: نمرة واحد، الإخوان سينسحبون من الميدان وقد تم ذلك بالفعل. اثنين، لن تجد صوتا للنصارى مطلقا. نمرة ثلاثة، بعد فترة قليلة خلال ساعات سيخفض صوت العلمانيين والأحزاب السياسية من 6 إبريل و1 يناير و2 فبراير و3 مارس، دول كلهم خلال ساعات لن تسمع لهم صوتا ولن تجد لهم حسا، لتجد أن الصوت العالي والضجيج الكبير جدا في الميدان هو صوت من؟ صوت السلفيين. ستجد المشايخ يتكلمون، وستجد الخطب النارية، وستجد الله أكبر للحمد، وربما بعض الشباب المتحمس يبايع بعض المشايخ على الموت، وربما بعضهم يبايع بعض المشايخ على إمارة مصر، ويرى أن هذه فرصة سانحة لجعل مصر إمارة إسلامية. في ذلك التوقيت تكون هناك بعض الاشتباكات بين بعض السلفيين وقوات الأمن، يقع بعض السلفيين قتلى وجرح، وعندئذ يشتد الأمر ويزداد السعار ويعلو الصوت وتشتد العصبية، ليتم تحذير السلفيين بضرورة مغادرة الميدان وإلا كانوا خارجين على النظام. في هذا التوقيت ستقوم الآلة الإعلامية الضخمة من الإذاعة والتلفزيون والإعلام وغيرها بتشويه صورة السلفيين بأنهم: نمرة واحد، متناقضون، اثنين، متعصبون، ثلاثة، لا يراعون مصلحة البلاد، أربعة، كل المشاكل الموجودة في البلد سببها من؟ سببها السلفيون. سيتم تشويه صورة السلفيين. في هذا التوقيت لن يلتفت السلفيون إلى ما يحاك لهم، سيستمرون في مخططهم ليقضي الله تعالى أمرا كان مفعولا. وعندها أمر من شيئين: إما أن يثبتوا في الميدان فلا يبرحوه فتكون مجزرة، ثم بعد ذلك يطردون وتكون نكبة قوية خطيرة على الاتجاه السلفي، وإما الاحتمال الآخر وربما يكون هو الأرجح: كلما استمر وجودهم في الميدان وعلى صوتهم كلما اشتدت خسارتهم شعبيا، كلما اشتدت خسارتهم شعبيا. لماذا؟ لأنهم لم يقدموا تصورا عمليا لحل الأزمة. الأمر الثاني أنهم لا يمثلون الأمة، إنهم يمثلون أنفسهم، وبالتالي يحدث لهم نوع من الإفلاس الشعبي. فإذا حتى ما تمت انتخابات بعد ذلك، ولا أظن ذلك، سيكون السلفيون في حالة إفلاس، ويكون السلفيون لا يعبرون إلا عن أنفسهم، وعندها تكون الخسارة عظيمة. وفي كل الأحوال الغدو مظلم،
لا أقول المستقبل، ولكن أقول الغد الذي بعد عدة ساعات مظلم، وخسارة السلفيين فيه عظيمة. وهناك المغامرون من المشايخ سامحهم الله، هناك المغامرون من المشايخ سامحهم الله، وأقولها هناك المغامرون من المشايخ سامحهم الله، الذين يظنون أنهم يحسنون من حيث أنهم يفسدون، ولكن سيعلمون بعد انجلاء الغبار أنهم لم يقفوا على أرض صلبة، بل إنهم للأسف قد خدعوا كثيرا من الشباب المسلم التقي النقي. والمطلوب في هذه المرحلة أن الإخوة في كل الأحياء، والمطلوب أن الإخوة في كل حي من الأحياء وفي كل بلد من البلاد أن يتواصلوا وأن يجتمعوا، وأن يكون بينهم تواصل، لا أقول في كل ساعة بل في كل دقيقة. لابد الإخوة أن يكون هناك خطوط ساخنة يتواصلون فيها وبها، وأن يكون المكث في المسجد أكثر، يعني لابد للمسجد أن يهرع الناس إلى المساجد للصلاة والذكر والدعاء والاستغفار، وألا يشاركوا في شيء من ذلك، فإنما هي الفتن المظلمة التي إذا أضلت لم يرى الإنسان فيها شيئا. ومعلوم أن الطريق إذا غبر فلم تستبصر الطريق، يجب عليك شرعا أن تقف حتى تبصر موضع قدميك. ولذلك ندائي لكل إخواني ألا يشاركوا في ذلك الأمر، لأن هذه فتنة، ونحن مطالبون شرعا أن نعتزل الفتن. وإذا هجمت علينا الفتن فكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: فكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. وقول ربنا عز وجل: واستعينوا بالصبر والصلاة، هذا من حيث الإجمال. أما من حيث التفصيل فأدعو إخواني إلى قراءة المقالات التي سطرت في موقعنا المبارك، موقع البصيرة، لقراءة الواقع واستبصار ما قد سيكون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقيض لنا أمر رشد، وأن يجعل هذه الكلمات خيرا لنا ولإخواننا، وأن يعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يوفق إخواننا من المشايخ وغيرهم إلى القول الصواب والفعل الرشد، فإنه سبحانه وتعالى أهل لكل خير. أسأل الله تعالى أن يحفظ علينا بلادنا، وأن يحفظ على المسلمين أموالهم ودماءهم، وأن يبارك في أوقاتهم وأموالهم، وأن يجنبنا الشرور، وأن يجعلنا دائما في الدنيا في خير وحبور، فإنه سبحانه وتعالى أهل لكل خير. وصل اللهم وسلم وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.